اهلا وسهلا بمتابعي قناه شوف تيفي في هذا البث المباشر مباشره من وارزازات، اللي في الحقيقه متابعي قناه شوف تيفي اللي سمعتوا اليوم غريب وخطير جدا، يعني عمليه غش جهنميه هنا متابعي قناه شوف تيفي في هذه الصفقه. يعني اللي كنشوفوا امامنا في هذه اشغال هيئه المسالك الطرقيه بجامعه الترابيه ترميكت اقليم وارزازات، هنا متابعي قناه شوف تيفي احد الحقوقيين يدعي انه تهيئه الطريق ثلاث انزبياطن كيهزوا فيها تفنى القديمه ويغسلوها ويردوها للشارع في عمليه غش جد جهنميه. واكيد متابعي قناه شوف تيفي غادي نقربوا لكم الصوره ونشوفوا وكذلك الحقوقي اشنو كيقول في هذه القضيه هذه. فحياكم الله والشكر الجزيل لكل المتابعين والمتابعات داخل الوطن وخارج ارض الوطن. وهنا متابعي قناه شوف تيفي تهيئه مجموعه من الشوارع باقليم ورزازات من بينهم شارع ثلاث انزبياطن، ونخليه وكذلك الحقوقي بمدينة وارزازات انه يكشف لنا المستور. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. حياك الله. الله يبارك فيك. بارك الله فيك. سمعنا وكذلك ان هذه السيئه ديال طريق ثلاث انزبياطن اللي كيهزوا فيها التفنه القديمه ويغسلوها ويردوها للشارع بعمليه غش جهنميه، شنو كتقول لنا؟ فعلا اخي هذا القضيه وقفنا عليها، وماشي زعما غير تصنتنا عليها وانما وقفنا عليها في البدايه ديال الاشغال. حنا هادو تساؤلات ماشي اتهامات وانما تساؤلات بالنسبه لرئيس الجماعه ديال طرميكس. نقول داك التفنه اللي كانت كتحيد من هنايا وكيديوها لواحد ديبو كيعاودوا ليها غسيل كيغسلوها وكيعاودوا يردوها ثاني ينشروها على اساس ان التفنه جيده. اليوم صيفطوا لنا بعض الاخوه اللي عندهم تجربه في هذا الشيء ديال التجهيز، قالنا بان هاد الكياس اللي داروا الاولاني في الكوش الاولى غير مطابق، دايرين ليه ترواويت. ترواويت هي واحد الكوش اللي خصو يكون هو الثالث، هما دايرينه في بريمير كما كتشوفوه في الشارع. هذا ماشي ما محترمش المعايير ديال الطرقات. وكاينين ان هذا تقريبا يعني ما محتار، يعني كمل هذا كما قلنا راه ترواويت خاص 6 ديس هو اللي كيكون للشوارع، وباش لقاو ان هذه الصفقه مغشوشه من الديبار ديالها حوالي كما كنقولوا حوالي 600 فياج ولا 800 فياج، نضربوا ليها احنا الحساب بالخشيبات، 600 فياج اللي تحيدت من هنايا على اساس انها الرمله القديمه اللي خصها تلاح وتمشي تغسل وتجي على اساس انها جديده. هنا بغينا السيد الرئيس ديال الجماعه ديال طرميكس يعطي توضيح بالنسبه للراي العام، ينور الراي العام كيفاش هذه الصفقه هذه تطلقات، وحنا عارفين بان الفلاحه هي اللي مكلفه بهذه الطريقه هذه، ولكن الفلاحه مكلفه بهذه الطريق راه عطاتها بواحد المعايير باش تحط، ماشي تحطوا لنا واحد الطريق اللي هي مغشوشه اصلا هي من الديبار. وكتشوفوا حتى الجنبات ديال الطريق ما كاين لا تروطوار لا بافيلا حتى شي حاجه، الطريق غادي تدوز هكا وخاسرين عليها ملايين ديال الدراهم. اليوم كنطالبوا تفتح تحقيق في هذه الرمله اللي تدفنات، حيت في الاول فاش كانوا كيفرشوا الرمله قالوا لك على اساس انه كيتسناو بشي معاين او لا خبره باش يدير خبره لهذيك الرمله لهذيك التفنه اللي كتحيد، ولكن كنتفاجئوا جاو ضربوا الكوش الاول ديال الكودرون. دونك هذيك راه تحسبات في الصفقه بانها جديده ديك الرمله. وعدد ديال الخروقات اللي ديجا هضرنا عليها، وكنتمناو تحل شي تحقيق فهاد الصفقه هذه ديال هذا الكودرون هذا اللي مشبوه من الديبار ديالو، حنا كنشوفوا انه مشبوه. ناهيك على كما قلنا الجنبات ديال الطريق راكم كتشوفوا كي دايرين. بالنسبه لذوك البلوعات اللي كيكونوا في الطريق على حسب المواسم. غريب يعني كنشوفوا ديك البلوعه اللي قدامنا، واش يعني هاد الناس هادو يعني كتشد هاد الصفقه هذه كتشدها شركه، واش الشركه ما عندهاش الخدامين ديالها، ما عندهمش يعني البلايك ديالهم اللي غادي يقدروا يحطوا مثلا امام هاد البلوعه، ما عندهمش الى كما هضرتي على العلامات التشويريه بان راه كاينين الاشغال دابا، بان الاشغال كاينين وسميتو مرحبا، بان الاشغال ويديروا شي بانوات باش حتى مستعملي هذه الطريقه يعرفوا بان راه كاين واحد روكار او لا واحد البلوعه. كاين اشغال اها ما كايناش. والغريب في الامر اننا توصلنا بان ما كاينش شي تقني او لا شي مختبر اللي متبع هذه الاشغال. ملي كتطلق شي صفقه راه كتلقى تقنيين، كتلقى الطوبو، كتلقى بانهم كيديروا دوريه كل يوم، ولكن هنا يعني كنسحب لي انا هذا ربما غير قبر على شكل قبر هذا، وراه هنا هو القبر ديال التنميه ديال هذه الجماعه هذه. الا لقينا بحال هاد الخدمه ما انفو ما كتكونش فيها لا مراقبه لا متابعه لا حتى شي حاجه، راه كتطلق كتعطى ما كاينش اللي قابل. يعني كتشوف بانها كقبر التنميه، هذا هو قبر التنميه ديال الجماعه ديال طرميكس. نتمنوا هذا يبقى هكا بهذه الطريقه هذه ويبقى تيزوروه، حيت هذا هو القبر ديال التنميه ديال هذه الجماعه. هذا خصو يكون
كما قلنا واحد الرمز ديال الجماعه ديال طارميكس، باش حيت هاد العماير اللي بقات ثلاث سنوات دازت كلها تخبطات وصفقات كلها كدوز مشبوهه، حتى من الشارع اللي كانوا الناس، حيت هاد الشارع هذا راه فيه عدد ديال الضواوير، فيه شي سبعه ديال الضواوير ولا ثمانيه اللي غادي يستافدوا من هاد الشارع هذا، ولكن باش تجي تحط لهم واحد الشارع بهذه الطريقه هذه كما قلنا التفنه تحيدها وتمشي تغسل وتعاود ثاني طردها، فتنتمناو يتفتح تحقيق غير في هاد التفنه هذه، والديبو راه كاين وتصاوروا الناس، راه الناس اللي ولاد المنطقه راه هما تواصلوا بهذا الشيء وعارفين هذا الشيء وعارفين الخبايا ديال هذه الطريقه هذه، فكنتمناو توفد واحد اللجنه، كنتمناو من السيد العامل كتمثل صاحب الجلاله على اقليم ورزازات دار فيك الثقه بانك باش تمشي بهذه المدينه للقدام، فكنتمناو انك توفد واحد اللجنه، راه كاينين خروقات بالجمله في هذه الجماعه ديال طارميكت من امام قبر 800 ديال الجماعه ديال طارميكت، كنتمناو تكون شي لجنه محايده وتحيه لكم. تبارك الله عليك. كيف ما سمع متابعي قناه شوف تيفي قبر التنميه بتارميكت، فلا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. هنا متابعي قناه شوف تيفي اللي كنشوفوا بانه قال بان طريق تلات انزبيات كيهزوا فيها تفنى القديمه ويغسلوها ويردوها للشارع في عمليه غش اللي هي جد جهنميه، وايضا وقوفا على قبر التنميه بتارميكت، هكذا متابعي قناه شوف تيفي ادعى هذا الحقوقي وكل ساكنه المنطقه، فلا حول ولا قوه الا بالله، فيجب ربط المسؤولية بالمحاسبة، لأن يعني مجموعة من المنتخبين في ولاية يعني في أكثر من نصف الولاية ديالهم وشوارع المدينة وشوارع الإقليم لا زالت تحتضر، فحياكم الله والشكر الجزيل لكل المتابعين داخل الوطن وخارج أرض الوطن، وأكيد متابعي قناة شوف تيفي يبقى شعارنا الخالد والأبدي الله الوطن الملك، ولا عزاء للحاقدين المنافقين والنمامين وجيران السوء وناهبي المال العام من مسؤولين ومنتخبين غير شرفاء للمملكة المغربية العلوية الشريفة، فحياكم الله.